طيب خلينا نشرح ليكتشر 8 في الالكترونكس. ليكتشر 8 بتتكلم عن النورتون ايكوفالنت سيركت او النورتون سيرم. النورتون سيرم از ا واي تو ريدوس نتورك تو ان ايكوفالنت سيركت كومبوزد اوف ا سنجل كارنت سورس اند بارل ريزيستور. لما كنا في السيفنن سيركت كان بيبقى عندي سيركت فيها ريزيستنسز كتيرة وسورسز، كنت بحول السيركت دي كلها لسيركت مبسطة ايكوفالنت ليها، بتعمل نفس الاوبريشن بتاعتها. السيركت الايكوفالنت دي سيمبل، بتتكون من فولتج سورس معاه مقاومة سيريز معاه، تمام. كنا بنرفير للمقاومه السيريز دي بانها اسمها ار 7، والفولت ده بنسميه في 7. نفس فكره ال 7 هي يا نورتون، ان انا بيكون عندي سيركت. طبعا السيركت ممكن تكون بتتكون من اي حاجه، بشيل السيركت دي كلها واعمل لها ريبليسمنت بسيركت تانية مبسطة، بس السيركت دي بتتكون من كارنت سورس معاه مقاومة بارل، تمام. المقاومة دي بنسميها ار 7 ودي بنسميها اي نورتو. اشمعنى دي اسمها اي نورتو ودي اسمها ار 7؟ دي اسمها ار 7 لانها بتيجي بنفس الخطوات اللي انت بتجيبها اللي احنا خدناها في ال 7، ودي بتتجاب بطريقه ثانيه احنا لسه ما خدناهاش، تمام. هي دي فكره النورتون ايكوفالنت سيركت، نفس الفكره بتاعت نفس سوري نفس الفكره بتاعت ال 7، ان انا عندي سيركت كومبلكس بشيلها واحط بدلها سيركت سمبل ايكوفالنت ليها، بتتكون من ريزيستنس وفولت سيريز مع بعض. النورتون بيبقى عندي سيركت، ممكن طبعا هي نفس السيركت عادي، بحول السيركت دي لسيركت سمبل ايكوفالنت ليها، بتتكون من كارنت سورس مع مقاومه بارل. المقاومه دي بسميها ار 7، المقاومه دي بسميها اي نورتون. الخطوات اللي انا بستخدمها عشان اجيب الار 7 هي هي نفس الخطوات اللي انا بستخدمها عشان اجيب الار 7 اللي جبتها هنا، يعني القيمه دي هي نفس القيمه دي، تمام. يعني لو انا عملت في 7 وطلعت ال 7 سيركت وفي الاخر طلع لي 7 ار ريزيستنس بقيمه، هتبقى هي نفس القيمه دي. بمعنى تاني لو انت عندك السيركت دي اللي هي الانبوت سيركت دي وعايز تجيب الار 7، تضطر ان انت تخلي الاي والبي اوبن شورت سيركت، وبدي اكتيفيت كل السورسز اللي عندك، تمام. يعني عشان تجيب الار 7 دلوقتي احنا رسمنا النورتون سيركت، عايز تجيب القيم بقى الاكس دي، علامة الاستفهام دي، عايز نجيب القيم، نحط هنا قيم. القيم دي هتتجاب منين؟ من ان انا بخلي، لو عايز تجيب الار 7 بتخلي الاي والبي شورت سيركت وبدي اكتيفيت كل الباور سورسز. طب عايز اجيب الاي نورتون، عشان تجيب الاي نورتون بتخلي الاي والبي شورت سيركت. بس الاي نورتون عشان تجيبها محتاج خطوه واحده بس، انك تخلي الاي والبي شورت سيركت، تمام. واتفقنا طبعا عشان خاطر ارسم ويطلع لي اوتبوت كويس، يعني اكيوريت، ان انا لو بعمل عشان اجيب الار 7 بيطلع لي سيركت، بشتغل على السيركت دي، لازم ارسم السيركت بتاع الار 7 على جنب، ولازم ارسم السيركت بتاع الاي نورتون على جنب، ولازم ارسم السيركت بتاع الفي 7 على جنب عشان اعرف احل، تمام. طيب
السلايد دي برضو بتشرح نفس الفكره، ان انا بيكون عندي نتورك اوف سورسز اند ريزيستورز، وطبعا لازم يحدد لي النقطتين اللي اسمهم A و B اللي هي بتقول لي فين بجيب الايكوفالنت، الايكوفالنت سيركل. ال V7 بتتجاب منها، بجيب بخلي ال A وال ال A وال B open circuit، عشان كده بسميها V open circuit. وال R7 بتيجي من خلال ان انا بجيب ال R equivalent بعد ما بعمل الستبس بتاعتها. وال R Norton بتيجي من خلال ان انا بخلي ال A وال B short circuit. تمام، النقطتين دول انا بتكلم عليهم بعدين. طيب دي الستبس بتاعت النورتون سيركت، لو قرناها نلاقيها نفس يعني شبه جدا ال 7 سيركت. اول ستيب بجيب الكرنت بتوين التو بوينتس، وير ان تو بوينتس دول ار شورتد، يعني بجيب الكرنت اللي ما بين الاي والبي، وبحيث ان الاي والبي لازم تكون شورت سيركت. تمام، بعد كده بجيب ال 7 ريزيستنس باي ريموفينج اول باور سورسز، بشيل بدي اكتيفيت ريموف، يعني بدي اكتيفيت كل الباور سورسز، بحيث ان لو كان السورس ده فولتج سورس بخليه شورت سيركت، ولو هو كان كارنت سورس بخليه اوبن سيركت. وببدا احسب التوتال ريزيستنس ايكوفالنت، الايكوفالنت ريزيستنس بين التو بوينتس، عشان هي دي في الاخر بتبقى ال 7 ريزيستنس. ثالث ستيب ودي اهم ستيب، او ان ستيب ان انت يعني لازم لازم في الاخر ترسم لي 7 سيركت، بدرو النورتون سيركت بحيث ان بيكون النورتون كارنت بارلل مع ال 7 ريزيستنس. تمام، خلينا ناخد مثال. لو انا مثلا عندي سيركت بالمنظر ده وعايز اجيب النورتون سيركت، ممكن نعمل ايه؟ طيب خلينا نحلها هنا. اولا لو انا عايز اجيب النورتون، برسم النورتون سيركت بحيث ان الاي والبي لا صعبه. طيب هنا في المساله دي بيقول لي هات لي النورتون سيركت جيفن ان الـ ان الاي والبي موجودين حوالين المقاومه 2 اوم. اوكي، طيب يبقى عايز اجيب اول حاجه الاي نورتون، بخلي الاي والبي شورت سيركت، يعني بيكون عندي سيركت بالمنظر ده، كل الفولتج كل السورس تفضل زي ما هي، بخلي الاي والبي شورت سيركت، او شورت سيركت يعني بريموف السيركت دي، ما بقاش موجوده ده معايا في الحساب، وفي الاخر بيبقى عندي هنا السورس ده قيمته 28 ودي قيمتها 4 ودي قيمتها 1 ودي قيمتها 7. تمام، الاي شورت سيركت هو الكرنت اللي بيعدي في نقطتين ما بين النقطتين A و B، دي الـ A ودي الـ B، ده اسمه اي نورد. انا محتاجه ادور على طريقه تجيب له قيمه الكرنت اللي بيعدي هنا. تمام، طبعا اتفقنا ممكن نعمل نودل ممكن نعمل مش، فخلينا مثلا نحلها بالنودل. لو حليتها بالنودل، النودل ايكويشن هتبقى عامله ازاي؟ النودل بتقول ان الكرنت ان بيساوي الكرنت اوت. لو احنا عملنا اسامبشن ان الكرنت كان داخل النقطه، طبعا دي نود اسمها ايه، الكرنت اللي دخلها عملنا اسامبشن ان هو كان دخلها من هنا وخارج في الاتجاه ده، هيبقى الايكويشن عباره عن ايه؟ عباره عن 28 ناقص النقطه دي نسميها في او في اي عادي، 28 ناقص الفرق الجهد هنا على الاربعه يساوي الكرنت اللي خارج اللي هو بيساوي الاي نورتون زائد ال V ناقص 7 على ال 1، V ناقص 7 على ال 1. تمام، عندي 28 ناقص الفرق الجهد عند النقطة A في A على 4 بيساوي الكرنت اللي خارج هنا اللي هو ال VA ناقص 7، VA ناقص 7 على الواحد زائد الاي نورتون. اوكي،
عايزه احل المعادله دي، المعادله دي فيها اي نورتون وده اللي انا عايزاه، بس فيها فاريبل تاني عايزه اجيب قيمته عشان اعرف اجيب قيمه الاي نورتون. الفاريبل التاني ده اسمه في اي، الفي اي دي قيمتها بكام؟ طبعا اتفقنا ان احنا الاول لازم نجيب الريفرنس نود، ولو فرضنا ان الريفرنس نود موجوده هنا بحيث ان هي متوصله بالنيجاتيف، هيبقى ال في اي اصلا بيساوي زيرو لان ال في اي متوصله بالريفرنس نود. عارفه لحظه واحده دلوقتي ال في اي دي هيها نفس النقطه دي، في اي نفس النقطه دي، والنقطه دي ريفرنس نود متوصله بالنيجاتيف فقيمتها زيرو، يبقى ال في اي بزيرو، يبقى عوض عن ال في اي في المعادله بزيرو هيطلع لي 28 ناقص زيرو على السبعه بيساوي الاي نورتون زائد في زائد زيرو ناقص سبعه على الواحد. تمام. تاني ال في اي طلع بزيرو عشان هي متوصله بالريفرنس رود مباشره، يبقى الايكويشن هتبقى عباره عن 28 ناقص زيرو، مش هيبقى فيه بقى ناقص يعني، على 4 هيساوي الاي نورتون زائد 0 ناقص 7 على الواحد، يعني ايه؟ ناقص 7. ها؟ في الاخر اجيب قيمه الاي نورتون. عارفه الشاشه دي تبقى ظاهره؟ لا، بس كده في الاخر بجيب الاي نورتون. اوكي؟ اي نورتون هيطلع ب 14. المهم دي قيمه الاي نورتون، يبقى انا كنت راسم في الاول هنا النورتون سيركت. الاي نورتون عرفت ان قيمتها طلع ب 14، يبقى الاي نورتون بتساوي 14. الار 7 انا مش عارف قيمتها لسه، هجيبها دلوقتي. تمام. يبقى دي ازاي بجيب ال 7 الاي نورتون؟ بخلي الاي والبي شورت سيركت، يعني اي كومبوننت موجود في النص بشيله، وبخلي فيه واير ما بين الاي والبي، ستريت واير ما بين الاي والبي. اوكي، عايز اجيب الاي نورتون اللي موجود هنا، فبستخدم بقى ممكن استخدم النودال اناليسيس، وان انا بقول الكرنت اللي داخل النقطه بيساوي الكرنت اللي خارج، بجيب الريفرنس نود والنود اللي موجوده هنا اسمها في اي، الكرنت اللي داخل عباره عن 28 ناقص في اي على 4 بيساوي الكرنت اللي خارج اللي هو في اي ناقص 7 على الواحد بيساوي الفي اي بيساوي الاي نورتون، الكرنت اللي بيعدي في البرانش ده على طول اسمه اي نورتون. اوكي. طيب هلاحظ في المساله ان الفي اي اصلا متساوي زيرو اللي انا متوصله بالريفرنس نوت، هعوض وهجيب الاي نورتون هيطلع ب 14. طيب خلينا نجيب الار الار 7. الار 7 كانت بتقول لي ايه؟ الار 7 سيركت بتقول لي خلي الاي والبي شورت سيركت ودي اكتيفيت كل السورسز، بحيث ان لو السورس ده كان فولت خليه شورت سيركت، لكن لو كان كرنت خليه اوبن سيركت. طيب خليني انفذ الخطوات دي كده، طبعا دي مقاومه ما فيهاش اي حاجه، دي مقاومة. هاجي عند الفولت هخليه شورت سيركت، هاجي عند ال A وال B هخليها شورت سيركت برضو، هاجي عند السورس اللي اسمه 28 ده هخليه شورت سيركت. يبقى عندي هنا مقاومة 4 ومقاومة هنا 1، وبأسيوم ان ال A وال B بتوعي في سورس هنا كرنت سورس، ممكن تكتب كلمة سورس برضو عادي، وممكن تكتب ترسم كرنت سورس براحتك يعني. تمام. فانا دلوقتي الار 7 بتساوي الار ايكوبلنت. الار ايكوبلنت بتاع السيركت دي ايه؟ جيبن ان السورس عند الاي والبي، ان الاربعه والواحد بارل مع بعض، الاربعه والواحد بارل مع بعض، اربعه بارل مع الواحد. تمام. شوف قيمه الار 7 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 0.8، هتبقى الار 7 هنا ب 0.8. في مشاكل في المثال ده؟ مفيش مشاكل. انا بيبقى عندي سيركت بيقول لي فايند النورتون، اعرف فايند النورتون يعني عايز اجيب الاي نورتون وعايز اجيب الار 7. عشان اجيب الار 7 بعمل الخطوات بتاع الار 7 اللي خدتها قبل كده، ان انا بخلي الاي والبي شورت سيركت. الار 7 بقى لها خطوتين، انا بخلي الاي والبي شورت سيركت وبدي اكتيفيت الكرنت سورس. الاي نورتون بقى لها خطوه واحده بس، وان انا بخلي الاي والبي شورت سيركت.
تمام، برسم للاي نورتون، برسم لها سيركت وبحل عليها، وبرسم للسيفن سيركت وبحل عليها. تمام، دي كان بالنسبة للمثال ده. طبعا السلايد مشروح فيها السؤال محلول من غير يعني مكتوب، الحل مكتوب. فلو حبينا نبص على الحل هلاقي ان انا عندي السيركت الاصليه، عايز اجيب النورتون سيركت، فبضطر ان انا ارسم الاي نورتون سيركت، وبعد كده برسم برضو الار سيفن سيركت. الاي نورتون سيركت عباره عن ان انا بتخلي الاي والبي شور سيركت، فنتجت للسيركت دي ان مفيش اي كومبوننت بين الاي والبي. تمام، ببدا انفذ، عايز اجيب الكرنت ده، بجيب اللي بنفذ النودل، ان انا بيكون عندي الكرنت اللي داخل النود بيساوي الكرنت اللي خارج منها. لو عملت اسامبشن الكرنت داخل في الاتجاه ده هيساوي الكرنت اللي هنا واللي هنا، عندي 28 ناقص في على الاربعه هيساوي الفي، هيساوي الكرنت اللي هنا زائد الفي ناقص 7 على الواحد. هشيل الفي والكرنت هتبقى بزيرو لان الفي متوصله بالريفرنس نود، وفي الاخر هطلع الاي نود. هاجي هنا عند الار 7 هرسم السيركت بتاعتها جيفن الستبس، وهيطلع لي في الاخر ان الار 7 بتساوي الار ايكوفلنت، والار ايكوفلنت بتساوي 4 بارلل مع الواحد. تمام، الفيجر ده بيقول ايه؟ بيقول ان انت ممكن ابقى اشرحه بعدين، يعني عشان ما لخبطش الدنيا نبدا نركز في النورتون بشرحه بعدين. طيب يعني انا عندي مساله زي كده وبيقول لي برضو فايند النورتون ايكوفالنت سيركت وذ ريسبكت تو المقاومه اللي اسمها 3 ريزيستور 3 كيلو اوم، يعني الايه موجوده هنا حوالين دي. طبعا هو محدد لي، عرفت منين الايه فوق والبي تحت؟ ان انا محدد لي بوزيتيف ونيجاتيف هنا. تمام، فلو انا عايزه ممكن نبص على الحل على طول عشان عادي يعني براحتنا. طيب لو احنا عايزين نحل المساله دي، فاتفقنا طبعا ان انا بجيب النورتون، بجيب الاي نورتون وبرسم له سيركت، وهنا برضو بجيب الار 7 وبرسم لها سيركت. تمام، دلوقتي احنا السيركت اللي قدامنا دي السيركت بتاع الاي نورتون جت ازاي؟ انا دلوقتي عارفه ان الاي والبي موجودين هنا، فخلي الاي والبي شورت سيركت، فيبقى عندي كده الاي هنا والبي هنا. فخلاص دي في الاخر السيركت بتاعت ال دي السيركت دي هي السيركت بتاع الاي نورتون. احلها ازاي؟ طبعا احنا ممكن نحل زي ما اتفقنا، ممكن نحل بالنودل وممكن نحل بالمش، بس هو افضل لنا في المثال ده ان احنا نحله بالمش، علشان لما بعمل نودل بقول فرق الجهد بين نقطتين بيساوي كذا، وهنا ما عنديش فرق جهد بين نقطتين فحلها بمش. طيب لو عايز احل المساله دي بالمش، ايه الستبس بتاع المش اناليسيس؟ الستبس هو ان بحدد المشز اللي موجوده عندي كلوزد لوب، فبقى عندي دي مش 1 ودي مش 2، وبحدد الاندبندنت كرنت، ببدل كل مش كرنت، ده كرنت اي 1 وهنا كرنت اي 2 كرنت. خلينا نطبق المش اناليسيس، مثلا لو طبقنا على اي 2 هنا المش الكي في ال بتاعتنا تبقى شكلها عامل ازاي؟ assuming ان الكرنت ماشي مع عكس عقارب الساعة، سوري مع عقارب الساعة، هيبقى ايه؟ هيبقى عندي 4 I2 زائد 6 ماشي في نفس الاتجاه زائد 5 I2 بيساوي 0. تمام، انا بجمع فولت، فدي فولت وفولت وفولت، هنا مفيش اي فولت في البرانش ده، يبقى عندي 1 2 3 الكيف ال اللي هنا 1 2 3. تمام، يبقى الايكويشن عندي تبقى 4 I2 زائد 6 زائد 5 I2 بيساوي 0. لما اجي احلها يطلع لي I2
في المعادلة دي بسالب 2 على 3، معادلة في متغير واحد أعرف أجيب الـ I2 بسالب 3. طيب لو عايز أطبق الـ KVL على المش دي، طبعا دي مش عايز أجمع كل الفولت اللي فيها، ممكن أجمع الفولت اللي هنا والفولت اللي هنا، بس مش عارف أجمع الفولت اللي هنا لأن ده أصلا current source. فاتفقنا لما بيجي لي current source في المش ما بطبقش كي في ال، مش هينفع اجمع فولت. بعمل ايه؟ بخلي الكرنت اللي ماشي في البرانش هو هو نفس الكرنت اللي موجود ده، اي 1 بتساوي الكرنت اللي هنا، بس بإشارته ولا عكس إشارته، اي 1 هتساوي 10 مللي امبير، بوزيتيف ولا نيجاتيف على حسب. لو انت السهم ده ماشي دلوقتي الاي 1 ماشي مع عقارب الساعه، فلما جه دخل البرانش ده دخل عكس اتجاه الكرنت اللي هنا، يبقى بيساوي سالب 10. تمام؟ لكن لو كان السهم ده طالع لفوق يبقى الكرنت كده داخل وماشي بنفس اتجاه الكرنت. خلاص؟ يبقى عندي هنا بالنسبه للبرانش ده اي 1 بيساوي سالب 10 مللي امبير. طيب كده انا عرفت اي 1 واي 2، ايه علاقه اي 1 باي 2؟ ايه علاقه اي 1 باي 2؟ سوري، ايه علاقه اي 1 واي 2 بالاي نورتون؟ انا كنت بحل المساله دي وقلت احلها بحيث ان انا احلها بالمش. دلوقتي انا جبت اي 1 واي 2، هيفيدني قيمه، هيفيدني اي 1 واي 2 هيفيدوني في ايه؟ يعني اعرف اجيب الاي نورتون ازاي؟ لو انت مشيت مع عقارب الساعه كده في الاي 1 هتلاقي ان الكرنت داخل للريزيستنس واحد في الاتجاه ده وماشي في الاتجاه ده، الاي نورتون ماشي كده، والكرنت اللي اسمه اي 2 ماشي مع عقارب الساعه، لو مشيت معاها هتلاقيه ده هتلاقيه دخل للنود للريزيستنس 4 في الاتجاه ده. تمام؟ فتلاحظ ان عندك اي 1 الكرنت اللي داخل النود اي 1 بيساوي الكرنت اللي خارج منها اللي هو اي 2 زائد اي نورتو. تمام؟ كرنت داخل النود ايه اسمه اي 1 واللي خارج منها اسمه اي 2 زائد اي نورتو. وبالتالي في ان الاي نورتون هتساوي اي 1 ماينس اي 2. تمام؟ طيب هتعوض بقى بقيمه الاي 1 والاي 2، الاي 1 بسالب 10 والاي 2 ب2 على 3 الاثنين القيمتين بملي، فالاي نورتون هتطلع بالاي نورتون او الاي شورت سيركت بتطلع بسالب 9 و3. فتعوض طبعا لما بنيجي نرسم النورتون سيركت هيبقى عندي قيمه الاي نورتون بسالب 9 و3. تمام؟ طيب لو لغايه دلوقتي انا جبت الاي نورتون بس ما جبتش الاي الار 7، لو عايز اجيب الار 7 الار 7 بتقول لي خلي ال خلي الاي والبي شورت سيركت، بدي اكتيفيت كل الباور سورسز. لو كان السورس ده لو كان السورس اللي عندي فولتج سورس بتخليه شورت سيركت، لو كان السورس ده كرنت سورس بتخليه اوبن سيركت. تمام؟ اوبن سيركت وده شورت سيركت. طيب خلينا نطبق اللي انا لسه قايلاه ده، هخلي الاي والبي اوبن سيركت فيبقى الاي والبي اوبن سيركت. تمام؟ بتخلي الفولتج سورس شورت سيركت فخليت ده شورت سيركت، هنا خليت ده اوبن سيركت. اوكي؟ وبعد كده بخلي الاي والبي هي السورس بتاعي، يبقى الاي والبي فيه سورس هنا موجودين، ممكن تكتب كلمه سورس بس وممكن تعمل انت تقول باور سورس هنا. طيب بعد كده الار 7 بتساوي الار ايكوفلنت اللي موجود، الار ايكوفلنت مين بارلل مع مين؟ لو ركزنا بس هنلاقي ان الاربعه والخمسه سيريز، الاربعه سيريز مع الخمسه. تمام؟ الاربعه دي سيريز مع الخمسه، توصلين من نفس الايه من طرف واحد بس. طيب بالنسبه للمقاومه واحد والمقاومه اثنين، المقاومه واحد والمقاومه اثنين متوصلين باوبن سيركت، متوصلين اصلا باوبن سيركت هنا، ده معناه ان انا دونت كير يعني دونت كير بالريليشن ما بين الاي والبي، ما بين سوري ما بين المقاومه واحد والمقاومه اثنين، بنجلكت هما بارل ولا سيريز مع بعض، بكونسيدر بس الاربعه والخمسه.
تمام، يبقى الار اكويفالنت بتساوي الاربعه زائد خمسه، او الاربعه سيريز مع الخمسه هتساوي 9 كيلو اوم. اوكي، وبالتالي فلو انا عايز ارسم النورتون فيبقى النورتون عباره عن كده. كان في حد سألني عن إشارة السهم بتاع النورتون، الديفولت بتاعه إن الكرنت باصص لفوق، الكرنت ماشي من هنا سالب، والديفولت بتاع الفي 7 برضو النيجاتيف وبوزيتيف هنا، تمام؟ ده الديفولت، يعني الطبيعي ان انت ترسم لي كده، وبتحط قيمه الكرنت هنا، الكرنت عندك بسالب 9 و3، والفي 7 هنا بسالب 9 و3 مضروبه في يعني بعدين ابقى اشرح. بالنسبه لاتجاه الكرنت، اتجاه الكرنت الديفولت بتاعه من النطاق اللي باصص لفوق، تمام؟ والديفولت كرنت الديفولت دايركشن بتاع الفي 7 ان برضو السهم ان الاشاره موجب وسالب، تمام؟ موجب تحت وسالب تحت وموجب فوق. اوكي، ده بالنسبه للسؤال ده. ممكن ترسم كده تقول لي ان انا عندي السهم باصص لفوق وتكتب عليه سالب 9 و3. ممكن تعمل حاجه تانية، ممكن تروح قايل ان السهم اصلا باصص لتحت وتكتب عليه كلمة 9 و3 بس، ما تكتبش سالب، تمام؟ اكتب 9 و3. هو يعني معلومتين مختلفتين دلوقتي، في معلومة اللي بيسأل عن اتجاه الكرنت، فاتجاه الكرنت بيبقى السالب تحت والموجة فوق والسهم طالع لفوق، تمام؟ وده برضه اتجاه السورس ده في السيجنال. المعلومة التانية ان بعض الاحيان بيجي لي ان القيمة بتاع الكرنت اصلا بالنيجاتيف. لو جالي قيمة الكرنت بالنيجاتيف ممكن تسيب السهم باصص لفوق وتكتب سالب 9 و3 عادي، وممكن تعكس اتجاه السهم بس ما تكتبش سالب 9، تكتب 9 و3، تمام؟ وهنا طبعا في الفي 7 لو الفي 7 كانت مرة بالسالب هتكتب البوزيتيف والنيجاتيف ويبقى عندك سالب سالب القيمه السالب، وممكن تعكس بحيث ان يبقى السالب تحت، ممكن يبقى عندك كده تعمل السالب كده سوري السالب فوق والبوزيتيف وتكتب لي هنا قيمه القيمه بس بالبوزيتيف بتاع الفي 7. شوف مثلا دي مثلا لو ب 100 تكتب بوزيتيف 100، تمام؟ الفي 7 ايه، يبقى اتجاه الكرنت الديفولت بتاعه باصص لفوق والاشاره سالب وموجب، بتحط القيمه زي ما هي عادي بوزيتيف او نيجاتيف، وهنا اتجاه اتجاه السورس في الديفولت بتاعه سالب وموجب، وبتحط القيمه سالب او موجب عادي قيمتها. عايز تبقى اكيوريت ممكن تعكس اتجاه السهم بس تكتب هنا القيمه بالموجب، ممكن هنا برضو تعكس اتجاه الـ السورس وتخلي قيمه الفي 7 بالموجب. اوكي، دي كانت معلومه كنت حابه اقولها. في معلومه ثانيه عايز اقولها، ان ممكن السؤال ما يجيلكش فاين السؤال مش شرط يقول لي فايند النورتون سيركت، وبالنسبه للمحاضره اللي قبل كده فايند السيفنن سيركت، ممكن يقول لي فايند السيفنن اند نورتون. ماذا لو طلب منك ان انت تجيب الاثنين مع بعض في نفس المساله؟ هل محتاج ان انت تجيب الفي 7 بخطواتها والار 7 بخطواتها والاي نورتون بخطواتها، يعني ترسم 3 سيركتس عشان في الاخر تجيب التو سيركتس دول؟ لا، انت مش مضطر ترسم 3 سيركتس بتاع الاي نورتون والار 7 والفي 7، ممكن تجيب الفي 7 لوحدها وبعد كده من وترسم ال 7 سيركت، ومن الفي 7 ال 7 سيركت تجيب دي تاني. لو طلب مني اجيب السيفنن والنورتون الاثنين مع بعض، هل مضطر ارسم السيركت بتاع الار 7 واجيب قيمه الار 7، وارسم السيركت بتاع الاي نورتون واجيب قيمه الاي نورتون، وارسم السيركت بتاع الفي 7 واجيب قيمه الفي 7،
لا انت مش مضطر، الاجابه لا مش مضطر ان انت ترسم كل السيركتس دي وتجيب كل الثلاث قيم بتاع الثلاث قيم بالتفصيل. لا انت ممكن تجيب قيمه الفي 7، ترسم السيركت بتاع الفي 7 وتجيب قيمتها، وتجيب قيمه الار 7 وتجيب قيمتها، يعني تجيب تو سيركتس بس، ومن التو سيركتس دول بترسم ال 7 سيركت. يبقى انت كده حليت المساله ان انت تجيب ال 7 سيركت عادي. اوفر عليك خطوه ان انت ترسم السيركت بتاع الاي نورتون بان انت تحول السيركت دي وتجيب منها النورتون سيركت على طول بخطوه بتاخد اقل من دقيقه. ازاي دلوقتي الفرق بين السيفنن سيركت والنورتون سيركت؟ ان انت عندك مقاومه سيريز ومقاومه وفولتج سورس، هتحول الشكل ده كله لمقاومه بارلل معاها الكرنت سورس. هتحط قيمة الار 7 اللي هي 9، هي برضو هي في قيمة النورتون سيركت عند الار 7 تخليها 9، تمام؟ بالنسبة للكرنت سورس هتحط قيمته اللي هي بتساوي، طبعا انا ببقاش عارف ان هي 9 و3، انا اللي عارف قيمة لغاية دلوقتي لو انا بحل عارف قيمة الفي 7 والار 7، تمام؟ عارف القيمة دي والقيمة دي، حليت وجبت الفي 7 والار 7، احط الار 7 هنا، الاي نورتون بقى تساوي ايه؟ الاي نورتون الكرنت بيساوي الفي على الار، يبقى هتساوي الفي 7 على الار 7. تمام؟ دي ازاي تجيب النورتون وال 7 الاثنين مع بعض؟ تمام. لو كان اسهل لك وانت بتحل المساله انت تجيب النورتون سيركت الاول، فهتبقى طبعا هترسم الاي نورتون سيركت وتجيب قيمتها، وتجيب الار 7 سيركت وتجيب قيمتها، ومن التو من القيمتين دول هترسم طبعا الايه الاي نورتون سيركت هترسمه، تمام. وبعد كده هتجيب ال 7 سيركت بحيث ان انت هيبقى عندك قيمه الار 7 اللي انت جبتها هي يا نفس الار 7، والفي 7 قيمتها هتبقى بتساوي الفي بيساوي الاي في الار، يبقى الفي 7 بتساوي الاي 7 الاي نورتون مضروبه في الار 7، تمام. يبقى تاني لو اتطلب مني اجيب النورتون والسيفنن مع بعض، جيب السيفنن، تمام، ومن السيفنن جيب النورتون. خلاص هتجيب السيفنن ازاي؟ هتجيب قيمه الفي سيفنن وقيمه الار سيفنن، هتجيب السيفنن سيركت ترسمها لي وتكتب لي القيم عليها، تبدا تحول الفي سيفنن السيفنن سيركت لنورتون سيركت بان انت ترسم لي ريزيستنس معاها كارنت سورس بارلل معاها، وتحط القيمه بتاعت السيركت دي، هي الريزيستنس دي هي نفس القيمه اللي هنا 9 كيلو تبقى 9 كيلو، والكرنت هيبقى عباره عن الفي على الار، الفي دي على الار دي، تمام، دي قيمه الاي نورتون. طيب لو كان ده اجابه السؤال كده انتهت. في ناس بتفضل ان هي تجيب النورتون سيركت الاول، لو كان اسهل لك انك تجيب النورتون بتجيب الاي نورتون والار 7 وترسم لي النورتون سيركت، بعد ما بترسمها بترسم بتحولها بتحولها لسيفن سيركت، بترسم لسيفن سيركت فيها مقاومه وفيها فولت سيريز معاه، قيمه المقاومه اللي هنا هي نفس قيمه المقاومه اللي هنا، والفولت اللي هنا عباره عن الاي نورتون على مضروبه في الار 7، تمام. اللي انا بقوله ده يعتبر هو اللي انا شرحاه دلوقتي كده، اللي محلول ده هنا حلينا المسألة أصلا، هو بيقول لي فايند النورتون، تمام؟ ولنفرض السؤال كان عايز إن أنا أحل النورتون والسيفن، جبت النورتون طلعت رسمت السيركت بتاع الأي نورتون، رسمت السيركت بتاع الأر سيفن، رسمت النورتون سيركت، وبعد كده حولت السيركت دي لأن هي إن أنا أجيب السيفن سيركت بإن يبقى دي عندي مقاومة سيريس مع فولت، القيمة تبقى هي إيه لو دي 9 فدي 9، الفولت هيبقى عباره عن ضرب التسعه في
التسعة وثلاثة في التسعة لأن الاي في الار، يبقى الفي اللي موجودة في السيفنن عبارة عن ضرب الاي في الار، الفي بتساوي الاي في الار، يبقى الاي نورتون مضروبة في الار سيفن سالب تسعة وثلاثة مضروبة في التسعة في التسعة. تمام، دي كانت بس معلومة اللي هو اتجاه الكرنت الفولت بتاعه ايه. ماذا لو الكرنت والفولت كانوا بالنيجاتيف؟ بتحط الإشارة عادي، بتحط السهم عادي، وتحط الرقم عادي، مفيش أي تغيير. وطبعا قلنا إن في حل تاني، والمعلومة التالتة إن لو هو طلب مني النورتون والسيفنن بعمل إيه. تمام، ده كان بالنسبة للمحاضرة دي.